اهلا عصيمة. بربي تتا سامحني، انتم اللي تعملوا الكعكة؟ احنا هم اللي نعمل الكعكة. نعم بربي تتا، مش تعاوني في حاجة عايشك؟ اللي هي ايش تتا بربي؟ انتم الساعة باش تعملوا الكعكة متاعكم؟ شكون معايا؟ مريومة. اني تتا. مين انت؟ اني من سوسة. قديش عمرك يا بنتي؟ 6 سنين تتا. ايه؟ انتم باش تعملوا الكعكة بربي؟ انت تعمل الكعكة؟ ليه تتا مش اني هبش فسلك، عندي اني شتي سعاد هي تخو من عندكم ديما الكعك وكل إيكيا، وقت نهار الجمعة اللي ما يخدمش الدروس ونهار الاثنين باش تعطيه كعكة في الامتحان. أيني كلمتك باش نقولك بربي تتا كي تجي باش تعطيش لي من عندكم الكعك ما تعطيوهاش، ما تبيعوهاش ليها باش ما ناخوش كعكة في الامتحان. ألو بغسين. ألو عسلامة تتا. عسلامة مرحبا. بربي سامحني، انتم اللي تبيعوا الكعكة؟ بيعوا شنو؟ الكعك. كعكة؟ اي بربي تتا، مش تعاوني في حاجة، حاجتي بيك بربي مثال شو تتا، انتم بربي باش تعملوه الكعك متاعكم؟ كعكة؟ اي ما نبيعوش كعك، احنا كعك ورق. تو هاك انت قلت لي تبيعوا كعك. لا مش كعك، متخيل كيك قلت لي. لي كعك هو. كعك ليه ما نبيعوش كعك، ما نعملوش حاجة تعرف. لي وكعك الكعك متاع الجاتو. شنو؟ والكعك اللي تانا عندي تحطوه في الامتحان. هبش فسالك تتا، خاطر اني ستي سعاد قالت لي هي تاخو من عندكم كعك، وقالت لنا نهار الجمعة اللي ما يخدمش دروسو نهار الاثنين باش تعطيه كعكة في الامتحان، نحبكم ما تبيعولهاش بربي باش ما ناخوش اني كعكة. تتا بربي علي تضحك عليا، والله اني نحكي بالحق. لي مانيش نضحك عليك، خاطر والله تتا اني تلهيت نلعب امبارح وكل وما نحبش نخدم دروسي، ميسالش كي تجيكم ما تعطيوهاش كعكة. بيه بيعولها اي حاجة اخرى، ميسالش اعطيوها كيك والا جاتو، اما كعك لي قولولها ما عادش نخدمو. بيه اوكي. انت شنو تحب تشري؟ اني مش اني باش نشري، هي اني ستي سعاد قالت لنا باش تعطينا كعك. اني ستيك سعاد؟ اني ستيك سعاد هي عطاتك النمرو هذا؟ لا اما انا عرفت اخو من عندكم انتوما. انت ستيكو من عندنا احنا؟ اي مسكينه يا بيشو، قولها من لما انت بس غالطه، هي كنت تحب تشريك في حاجه اخرى من خير من الكعك. لا هي قالت لي باش تحط لنا كعك في الامتحان كي ما نخدموش دروسنا راهو. بربي تاتا اني ما نحبش ناخذ كعك، تو صحابي يقعدوا نمرو اخر يبيعوا كعكة. ليه انتوما انتوما تتا، نحبكم انتوما. حبنا احنا يعيشك يعيشك، حتى احنا حبينك على الاخر. ايجا ميسيش تنعملوا الكعك ليك انتي بالضمة. اوزي تتا كي تجيكم بربي اعطيوها بقليوة الى اي حاجة، قولوا لها هزها المريومة ما تعطيهاش كعكة في الامتحان. بيهي 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 تهنى كل مهن يا باي باي تشاو، خطر عنا خدمة احنا مش مش نتايبوا لها الكعكة المحروقة ذيك اللي قلتها بيهي. عايش احرقوا لها كله بربي. عايش تتا بيهي بيهي بيهي. عايش تتا.